السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله أنه يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله أنكم تكونوا في أحسن أحوالكم. اللي كنقول البنات كنعني بها البنات والأخوات والحبيبات الميمات كاع اللي كيتابعوني على القناة ديالي. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، اللي ما شاء الله القناة كبرات ومازال كتكبر الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم ديالكم لينا. غيبت عليكم واحد الفترة، كانوا عندي ظروف خاصة، رجعت لكم وشكرا للناس كاملين اللي كيسولوا، شكرا للناس اللي خداو من عندنا السلعة ديال المولد النبوي بالصحة والراحة. نتمنى من الله اننا نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. ما غنطولش عليكم بزاف، اليوم جبت لكم كما شفتوا في العنوان موديلات روعه اللي غادي يخرجوا ان شاء الله، بغيت اكيد نشاركها معكم. هكا دائما البنات كيسولوا على جدي دائما شنو خدمتي، بغينا نشوفوا. هكا كتجي سهله، كديري سكرين، كدوزي عندي واتساب، كان ديك ساعات كتقولي ايمان بغيت هذا الموديل، هكا كنقص على راسي الخدمه وعليكم حتى نتوما. يلا غنتلاقاو من دابا شويه، ما تنساوناش من لايكاتكم ومن البارطاج. تلاقاو من دابا شويه. دائما بالصلاة والسلام على رسول الله غادي نبداو. اول حاجة البنات ما تنساوش، مهم الوفيات ليا القناة ديالي اللي هما معتادين راه عارفين اللي كاين، خليكم حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الموديلات ملبوسة، يعني هذه راه قاعدة راكم عارفينها في القناة ديالي. بالنسبة للمشتركات الجديدات ما فيها باس انني نذكركم بانني الموديلات اللي كنعرض معكم دابا او اللي كنوريكم دابا كتشوفوها معايا، كنشرح لكم شنو بالضبط شنو باش مخطومه هذه لي ديتاي، ولكن الشكل النهائي ضروري انك تبقي حتى لاخر الفيديو باش تشوفيه ملبوس كيفاش طلع، لان صراحه هكا كيبانوا احسن من ان من في الاول ملي كنكون هزاهم وكنوريهم لكم. يلا ما نطولش عليكم، بداو. اليوم عندنا كوموند ديال الجاليه دي فرنسا، ثلاثه السيدات اللي عندي في فرنسا اليوم غنصور معكم، في نفس الوقت غادي نديهم للامانه، يعني خصني نسربي، هذا علاش راني كنسربي في الهضره باش ما نتعطلش على الامانه. وكاينين بعض الحويجات غنشوفو مع بعضنا داخل المغرب. يلا غنبداو باول موديل، هي واحد كيانه غزاله 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 الله يعمرها دار. صراحه ما عقلتش على الاسم بالضبط، ولكن ها هي غتشوف راسها. دائما كتقول لي ايمان راه فيما كنشوف شي فيديو ديالك كنقول ها هي غتبين جلابتي، ها هي تبين جلابتي. اذا هاجلي لي بنتك وجدتها الحبيبه ديالي، الموديل المشهور غير هو تخدم ليها بطريقه غزاله رائعه. غنشوفوا مع بعضنا لي ديتاي دابا، ولو ان اللون ما عطيش، هذا واحد الغوز غزال، غوز بيبي فن، تخدم في الموديل ديال الرشمه المشهوره، وتخدمت ليها في ليمونش، درت ليها هادو ليمونش بالبليسي، جاها فن الموديل، جا غزال غزال غزال. خليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا الموديل كيفاش جا. جا هنا ثلاثه ديال الرشيمات هكا، دائما بالماتسونو وبالكريب دو سوا البرومي شوا، واختارت ان يكون معاه القفيطن ديالو، يعني جلابه بالقميص ديالها. جاها فن، جاتها فنه بالصحه والراحه، جليدتك واجده. ودائما خليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا الجليبه، صراحه هنا اللون ما عاطينيش بالضبط. ما نطولش بزاف، اختارت انني نختار ليها حتى الفولار، دائما الجاليه كتاكد على لي فولار، فهذا فولار ديالك ديال الحرير الحبيبه ديالي بالصحه والراحه. هاو ناسقته وقالت لي عافاك يكون امبريمي، ما بغاتوش سامبل، فانا ناسقت ليها الفولار على هذا الشكل، يعني هذا الغويز هذا الغوز البارد اللي عندي في اللبسه ديالي، وفيه واحد شويه ديال الكري والغوز ديغرادي ديالو، فجاتها غزاله بالصحه والراحه. دائما خليكم لاخر الفيديو البنات باش تشوفوا لي موديل ملبوسه، وحتى في اللون اعطى اللون احسن. اذا كان هذا
هو اول موديل عندي اليوم، بالصحة والراحة. غادي نشوفو قفطان ايضا من الجالية اللي كتاب عندي في فرنسا، قفطان غزال غزال غزال. ودجا شفتو عندي بالزرق، طلع لك القفطان كيحمق. البنات دائما نخليكم لاخر الفيديو كنقولها وكنكررها باش تشوفوا لي موديل ملبوسين. اذا قفطان بالنوار مخدوم البنات بالطرز وبالماتسونو، فن دو بياس، قفطان دو بياس البنات. غنشوفوا لي ديتاي دابا وشوفوا الالوان اللي دخلت ليه، جا رائع بصح، جا فن، جات لوحه فنيه غزاله بالصحه والراحه. هذه دجا شفت ما عندي هذا القفطان هذا في القناه وكومونداتو بالاسود، وقالت لي دخلي فيه لوينات اللي غيبانوا لك مناسبين. ايمان خلات لي الذوق وخلات لي الحريه في اختيار الالوان، وصراحه الحمد لله ربي ما حشمنيش، وجا القفطان روعه بالصحه والراحه. نشوفوا دخلت بزاف صراحه، دخلت بزاف الالوان، ليسونسييل انه تخدم بالطرز الصم الحر، ودخلت له كيف كتشوفوا الصفيفر لورونج الموف الخضيضر، يعني بزاف ديال الالوان اللي دخلوا. ولا دوزيام بياس كيف ما كتشوفوا هنا، هادشي علاش كنقول لكم دائما نخليكم لاخر الفيديو، لان باش كتبان مزيان. هنا عندنا ضروري واحد لابياس من التحت اللي كتعطينا واحد الغوف لي غزال في القفطان. هنايا كنديرهم في الافتتاحات كيف ما كتشوفوا، افتتاحات كيجيو طوالين هادو ديال الجناب بحال هكا، كيكون كتكون فتحه من هنا وفتحه من هنا، وكتكون فتحه كبيره الوسط، يعني غتكون تقريبا فيها 70 سنتيم هاد الفتحه ديال الوسط اللي كتعطينا واحد الغطي الغزال للقفطان. شفتوا جا القفطان غزال فن بالصحه والراحه. لي مونش حتى هما فيهم الخدمه ديالهم، و الكريب دو سوا دائما الظهر ما نساوش الظهر، وجاها فن كريب طايح، والقفطان عامر والنواغ مع الالوان جاي سلام. والمجيدل دائما ما نساوش المجيدل اللي درتو ليها غابيل في هذا الصفر هذا اللي عندها، و حتى هي كلفتني بالفولار اولا بالشال. خديت ليها ما خديتش ليها هاد الصفر البنات، هاد لو جون اللي درتو ليها في الدوبلو ما درتوش ليها، درت ليها هاد لو جون شويه مغلوق عليه. ها هو غتشوفوه معايا هنا في البيغلاج، راه غالب شفتوه البنات. علاش ما درتش ليها هاد الصفر هذا اللي انا خدمت به؟ يقدر ما ترتاحش فيه، كيف كنعرفوا الصفر ضروري كتبغي تهرسيه بشي حاجه، الا درتي الصفر في الراس غتباني شويه، غتباني كيف كنقولوا غتبان بحال شي بوله ما غاديش تجي زوينه. فمن الاحسن انني غلقت ليها شويه بهاد لورونج هذا اللي راه هو كثير عندها هنا في القفطان. شفتوا ها هو، يعني راه حتى هو لون اسونسييل عندها في القفطان، درتو ليها في الفولار، جا على هذا الشكل صراحه بالصحه والراحه. جاك القفطان غزال بصحتك وراحتك. نشوفوا العروسه الغزاله ديالنا لاطايل الغزاله الصغيره لاطايل اس او لا سمول اللي كوموندات من عندنا، حتى هي حويجات اللي مازال صراحه ما موجدش كلشي باش نصوروا ليها، ولكن غنشوفوا شنو واجد. هذه التكشيطه ديالها ديال جوهره، حتى هي جاتها غزاله صراحه، ولكن اللون ما عطينيش، هذا راه واحد السومو بارد البنات، وكله طرز وتنبات. هذا البياس لابياس التحتانيه، هذا سومو، ولكن للاسف ان اللون ما كيبانش ليا مزيان في التصوير. غنشوفو نفس الموديل في الرشمه الشهيره، ولكن بهذا الباج هذا، وكان عنده كان بالشبيكه ديالو. جات هو غزال جفن، هاد الرشمه البنات كيف ما كتعرفوا معايا، اي لون كتجي فيها يا سلام، كتجي فيها رائعه. وغتجي هنا الافتتاحات، درت ليها ثلاثه ديال الافتتاحات كبارين اللي كاينه في الجناب وفي الوسط، اللي غادي تبان لينا هاد لا دونتيل هادي اللي خدمنا بها بحال هكا، جاتها فنه. وايضا هذا الرشمه هذه كاينه الغزاله
الكبيرة من المحمدية لي كوموندات من عندي هاد الرشمة اللي تبارك الله ما شاء الله دارت المغرب كله، دارت تقريبا العالم كامل، ما كايناش شي بلاصة اللي ما مشاتش ليها هاد الرشمة. ما شاء الله ما شاء الله، زعما راكم عارفين هاد العام شحال تخدمت هاد الرشمة، فعلا كتطلع واعرة، كتطلع رائعة وراقية بزاف، وانا شاركت مع البنات كاملين لي ديطاي ديالها. اذا الغزالة الكبيرة هذه من المحمدية، الرشمة ديالك هي طلعت بالموف غزالة، ولكن للاسف التصوير ما كيعطينيش اللون الاصلي، هذا راه واحد الموف فونسي جات فيه هذا الرشمه غزاله. وخليكم لاخر الفيديو، حتى هي الغزاله ديالي كوموندات الفولار ديال لاسوا 100%، هذا البنات الحرير 100%، ماشي الحرير ديال اللي كيقولوا لكم فولارات ديال 50 درهم وكيقولوا لكم حرير، هذاك راه ماشي حرير، هذا هو الحرير ديال بصح، وراكم عارفين الاتفيده ديال هذا الحرير بصح شحال دايره، راه باين يعني هادو راه كاينين ديال 200 درهم وكاينين ديال، انا ما كنبيعهمش البنات، انا ما كنبيعهمش، انا فقط غير الا بغاتهم شي كليانه يعني اللي كنقضي ليها الغرض وكنناسق ليها مع الجلابه فقط، يعني هذه كملاحظه وبين قوسين، حيت هذه غير كنقطه، لان كاينين شي بعض الناس اللي ما كيخافوش الله كيبيعوا لهم فولارات ديال 50 درهم كيقول لهم ديال الحرير، راه باينه من ثمنها راه باين. عرفتوا البنات هاد لاسوا هادي بعدا راه ما كتشدش في اليدين كاع، وشوفوا ها نتوما الفولار كامل غنجمعوا في قبطه ديال اليد، شفتوا كيكون رطب وكيكون غزال، وحتى في اللبسه كيعطي واحد لو شارم في اللبسه، كتبيني كتزيدي تبيني كتخرجي الجماليه ديال الجلابه ديالك. كيف ما كتشوفوا هنا ناسقت ليها هاد الموف، ولو ان الاضاءه ما عطيانيش مزيان، ولكن هاد الموف هذا اللي في الفولار راه هو اللي في الجلابه، وفي وزدت انني لقيت ليها يعني لحسن الحظ انني لقيت ليها الموف مع الصفيفر اللي راني خدمت ليها به الجلابه. شوفوا الفولار كيفاش داير، وكبير وكبير وغزال، يعني الحاجه باينه من قيمتها راه باينه بلا ما نحتاج انني ندوي عليها، ولو ان التصوير دائما ما كيوصلش لينا داكشي اللي كنبغيو نوصلو لكم 100%. شفتوا جاتك فنه بالصحه والراحه. نشوفوا الموديل الثاني لانها كوموندات ليا جوج ديال الجليبات، نشوفوا الموديل الثاني اختارات وقالت لي عفاك ديري، هي صراحه ما اختاراتش، ولكن غير قالت لي ايمان ديريها ليا شويه تكون خفيفه، شرشي ما خفيفه، وانا اختاريت ليها هذا الرشمه هذه اللي غتشوفوا معايا اللي جاتها فنه، تاع هي رشمه رائعه وراقيه وغزاله، والشكل باش حطيتها لها فنيونه. ها نتوما شوفوا رشيمه خفيفه بالماتسونو دائما، شفتوا كتجي هكا على شكل في مقلوبه، وكتجي ايضا هنا لتحت جاتها فنه، هاد الجلابه خفيفه وراقيه في نفس الوقت، كامل هادشي مونتاج عقيق، لان هي اختارت ان يكون مونتاج عقيق، والقب كتبغي القب يكون كبير، حيت هي تبارك الله ما شاء الله عليها اصلا راها عندها الصدر تقريبا واش 35 يمكن في الصدر. قالت لي نشوف ليها الفولار او الشال اللي اختاريت ليها لهاد الجلابه، فبما ان بما انه هنا درت ليها المزوق فهنا درت ليها السامبل. علاش خديت هذا اللون؟ ها نتوما غتعرفوا علاش خديت ليها هذا اللون، على هاد الدوغي مغلوق او الابي مغلوق اللي خدمت ليها به الجلابه. قبلوا معايا اليوم على الاضاءه اليوم شويه ناقصه، ولكن كيف قلت لكم خليكم لاخر الفيديو البنات باش تشوفوا لي موديل كاملين ملبوسين. اذا بالصحه والراحه، هذه جليبتك ها هي وجدات، بصحتك جاتك فنه الله، جات غزال حمقتني هاد الجلابه تاع هي، موديل راقي وانيق بالصحه والراحه. نشوفوا واحد الموديل بالنواق شحال جا فن وجا هماوي حتى هو، ديال ام السيده اللي قلت لكم عروس. شوفوا البنات كيفاش جا غزال فن، شوفوا الالوان اللي دخلت له كيفاش دايرين،
شوفوا الطرز كيفاش راه متقون مخدوم في الكريب دو سوا على هذا الشكل وهابط بالطرزيزات ديال اليد حتى لتحت. شفتوا كله هابط بالطرزيزات ديال اليد شغزال صراحه. هذا الوان يا سلام الوان رائعه جدا بالصحه والراحه. والجليبه ديال العروسه اللي وجدت ليا حاليا هي هذه لانها كومونطا بجوج جليبات. هذه هي الجليبه السامبل اللي اختارت في البلوسيال وهذا الموديل راه معروف لانها اختارته ليا من الانترنت وانا خدمت ليها. شفتوا سامبل خفيفه وراقيه وانيقه جدا. اذا البنات علاش كنحاول انني نسربي في هذا الفيديو لانني مازال تابعاني الامانه. كنتمنى من الله ان الموديلات اللي جبت لكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. خليك ما تمشي حتى شي بلاصه. شوفي الموديلات ملبوسين كيفاش جاو. ما تنساوناش من لايكاتكم. شكرا على البارطاج وانتظرونا في فيديو مقبل. تبقوا على خير وبسلامه.